العظيم جدا في تاريخ النادي الاهلي، كانت البدايه ليهم بطوله دوري ابطال افريقيا في 2005، وكان بدايه مشوار طويل ومليء وحافل بالبطولات المختلفه، بالتحديد بطولات كمان دوري ابطال افريقيا. نتمنى عوده هذه الفتره الذهبيه للنادي الاهلي باذن الله من خلال جيل مميز جدا وقائمه مميزه جدا بيمتلكها النادي الاهلي ومدير فني مميز وهو مستر جيني فايلر. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. اخبار الاهلي بقى في الصحف، في بعض الاخبار بتتكلم في امور عديده جدا. خلينا نبتدي بجريده الاهرام. جريده الاهرام قالت النهارده عن النادي الاهلي، قالت ان الاهلي يبدا معسكره الخارجي نهايه الاسبوع، وده معروف، ويحدد صفقتي الشتاء. خلينا اقول لحضراتكم بالنسبه لصفقتي الشتاء، هو هيبقى في صفقتين، يعني بنسبه كبيره صفقه او اتنين، يعني الموضوع مش اكتر من كده، وده طبيعي يعني طبقا للقائمه، وانت مرتبط بامور معينه سواء الاستبدال وفيما يتعلق بكل هذا او هذه الامور بالتحديد. لكن تحديد الصفقتين لسه هيبقى في مشاورات خلال الفتره اللي جايه، والمشاورات دي هتبقى بشكل اوضح بعد انتهاء المعسكر الخارجي للنادي الاهلي في حاله اقامته، وبعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه للمنتخب الاولمبي، وبعد انتهاء المباراتين الرسميتين للمنتخب الاول. ليه بعديهم؟ علشان انت عندك عدد من اللاعبين في مختلف المنتخبات، سواء المنتخب المصري الاول او المنتخب المصري الاولمبي، وكمان المنتخب مالي مثلا الاولمبي فيه اليو ديانج، المنتخب التونسي فيه علي معلول، بتتفرج وبتشوف. طبعا في بعض اللاعبين مش محتاج ان انت تتفرج عليهم، يعني هم نجوم وحاجزين مكانهم في النادي الاهلي او مش حاجزين يعني في الحسابات بالنسبه لمستر فايلري. وفي نفس الوقت عندك معسكر تقدر تقيم فيه بعض اللاعبين اللي انت ما استعنتش بيهم خلال الفتره اللي فاتت، فهتحسب حساباتك كلها وتعمل تقريرك وتقرر في الاخر هتجيب مين على حساب مين، هتتعاقد مع مين وتستغنى عن مين. كل الامور دي هتتحدد خلال الفتره اللي جايه. هيبقى في اكيد اجتماعات مع لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي ومع الكابتن محمود الخطيب بالطبع لتحديد ملامح الشتاء شهر واحد بالتحديد، والاستقرار على بعض الاسماء اللي ممكن تنضم للنادي الاهلي، بالتحديد اسمين ممكن ينضموا للنادي الاهلي خلال شهر يناير، لكن ما تمش استقرار بشكل نهائي على الاسمين خالص. يعني نروح لجريدة الأخبار. جريدة الأخبار بتقول الوجه الديكتاتوري لفايلر، مجلس الأهلي يدعم السمات الشخصية للخواجة. في الحقيقة الراجل عنده سمات شخصية مختلفة. بقالنا فترة كده من ساعة مستر مانويل جوزيه، في بعض المدربين شخصيتهم كانت قوية بعد مستر مانويل، لكن حتى الآن من الجانب الشخصي قوة الشخصية الأبرز مستر رينيه فايلر، دي حقيقة. جانب ديكتاتوري وكلام من ده، هما في الخبر، أنا قريت الخبر، هما بيتطرقوا ل الكلام اللي كان طلع خلال الايام السابقه ان في مشكله حصلت ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ريني فايلر بخصوص محاضره فنيه، ومستر فايلر ما كانش عايز كابتن سيد يحضر، وكابتن سيد نفسه طلع بلسانه نفى هذا الكلام. والامور دي في الحقيقه ما بتحدث اطلاقا في النادي الاهلي، ما بتحصلش خالص يعني، ما شفناهاش قبل كده يعني. لكن في كل الاحوال مثلا لو موقف زي ده ومستر فايلر شايف ان هو مش محتاج مدير الكوره معاه في الاوضه، يعني هو قاعد مثلا، لان هو موقف ما حصلش بس انا بتكلم مثلا، فالراجل حقه، هو مدير الفني، هو رئيس فريق الكوره، هو اللي يتحكم في كل هذه الامور، ما فيهاش اي مشكله. وحتى لو هو طلب حاجه زي كده ما اعتقدش ان كابتن سيد هيزعل من حاجه زي دي. الموضوع ما حصلش برضه، انا باكد مرارا وتكرارا عشان ما حدش ياخد الكلام على انه ممكن يكون حصل، لا هو ما حصلش، بس احنا بنقول بندي مثل، بنضرب مثلا لو حصل. فلو حصل حقه مستر فايلر ان هو يطلب كده، ده وجهه نظره يعني. هو مدير الفني، هو اللي يقدر يقرر مين يبقى معاه في محاضره فنيه او اي حاجه في هذا الشان يعني، اي حاجه تخص الفريق واللاعبين وكل هذه الامور. فجزئيه الدكتاتوريه دي مطلوبه عند مدير فني بشخصيه قويه زي مستر فايلر. مجلس الاداره مبسوط من حاجه زي كده؟ اكيد مبسوط، لان احنا افتقدنا لهذه الشخصيه على مدار الفترات اللي فاتت. الشخصيه دي بتفرق في الملعب، بتفرق في المباريات، بتحسم لك بطولات، فعلا بتحسم بطولات. فهي متوفره فعلا عند مستر فايلر. وعلى مدار التاريخ احنا عارفين النادي الاهلي بيفكر ازاي في فريق الكوره بالتحديد. بيفكر ان انت بتجيب مدير فني بتدي له كل الصلاحيات وفي الاخر بتحاسبه بعد فتره زمنيه، بعد موسم بالتحديد يعني. تقدر تقيم بعد كده وتحاسبه، الراجل اللي عمل لنا ايه، جاب لنا ايه ايجابي، ايه سلبياته، تقيم وبعد كده تشوف هتعمل ايه. فده اسلوب النادي الاهلي، بيدي كل الحريه الكامله للمدير الفني. فانا شايف في الحقيقه الموضوع ده ايجابي جدا، ان مستر فايلر يبقى ديكتاتور، ده مطلوب قوي خلال الفتره دي، خصوصا ان فريق النادي الاهلي بيضم عدد كبير جدا من النجوم خلال الفتره الحاليه يعني. مش بقول ان النجوم ممكن ما يلتزموش، لا، احنا الحمد لله عندنا لعيبه النادي الاهلي دايما بيبقوا ملتزمين يعني، ده معروف على مدار التاريخ ايضا. لكن في نفس الوقت عايز شخصيه قويه تقدر تتعامل معاهم من الجانب النفسي
ده مهم قوي من الجانب الفني والبدني بكل تاكيد. فكل الامور دي متوفره في الحقيقه عند مستر فايلر، نتمنى له الاستمراريه وكل التوفيق مع النادي الاهلي. نروح لجريده الجمهوريه، بتقول بعد مفاضله بين ثلاث عروض الاهلي يطير للامارات الخميس. الثلاث عروض كانوا ايه؟ كان عندك عرض من الكويت ومن عمان ومن الامارات. حتى هذه اللحظه وزي ما قال لنا كريم مراسلنا العزيز كده من شويه في مداخله، قال لنا ان الاقرب الامارات والاقرب ان هيكون السفر يوم 31 ويستمر المعسكر لمده اسبوع، لكن بشكل رسمي لسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي على سفر الفريق لانهي دوله من الدول دي، وعلى ايضا المباريات الوديه اللي قد تلعب في احدى هذه المعسكرات يعني. فهنشوف ده على مدار الايام القليله جدا المقبله. نروح للمصري اليوم، وبتقول فايلر يطلب اقامه وديتين للاهلي في معسكر الامارات، الاقرب حتى الان هتبقى وديه واحده. اشعه جديده تحسم موعد عوده متولي للتدريبات، واحنا عارفين متولي كان عنده مزق في العضله الخلفيه وكان عمل اشعه من فتره التأمت العضله بنسبه 85%، فهيبقى في اشعه جديده عشان نعرف النسبه المئويه للالتئام وصلت لحد فين، نتمنى لها 100% باذن الله علشان يعود تدريجيا محمود متولي التدريبات الجماعيه بالنسبه للفريق، برنامج خاص لتجهيز البدلاء وتجهيز الفريق كله يعني خلال الفتره اللي جايه، المتاحين يعني اللاعبين اللي هيكونوا معاك الفتره الجايه، لان عندك لعيبه كتير جدا في المنتخبات. طيب نروح للاخبار المسائي، واللي بتتكلم على الاستعداد المبكر للنادي الاهلي لصدام النجم الساحلي، مباراه غايه في القوه وغايه في النديه، فريق قوي جدا 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 فريق النجم الساحلي. الفريق يستأنف تدريبات وعبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات المعسكر الخارجي، وده احنا اتكلمنا فيه، لكن بالتحديد فيما يتعلق بالنجم الساحلي طبعا لازم تستعد بشكل مبكر. ازاي؟ بخلاف المعسكر وبخلاف مباريات وديه وكل هذه الامور، انت بتستعد من خلال معرفتك لكل ما يتعلق بفريق النجم، اخر مبارياته بالتحديد، الامور بالنسبه له ماشيه ازاي، القايمه بتاعته، مين اميز اللاعبين، نقاط القوه والضعف، تتفرج على فيديوهات، الحاجات دي كلها هتبقى خلال الفتره اللي جايه هيستعد من خلالها النادي الاهلي لهذه المباراه. طبعا قبل مباراه النجم الساحلي عندنا مباراه مهمه قوي في الدوري يوم 25، مفترض ان هي مع الجونه لحد دلوقتي يعني، لو الترتيب ما اتغيرش تاني او لو الحاجات اللي بتحصل في الكره المصريه دي ما اتكررتش ان شاء الله باذن الله، فهيبقى يوم 25 مع الجونه، وبعد كده تلعب يوم 29 مع النجم الساحلي، فمباراتين مهمين قوي، وبعد كده هتخش يوم 6 مع الهلال السوداني في مصر. فخلاص الفترة اللي جاية دي كلها بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية للشباب في مصر هتبقى فترة مهمة قوي وحاسمة في مشوار النادي الأهلي بالتحديد الأفريقي، وبإذن الله يستكمل من خلال هذه الفترة النادي الأهلي الانتصارات اللي بدأها مستر فايلر واللاعبين على مدار 6 مباريات سابقة سواء أفريقيا أو محليا، إن شاء الله يبقى في استمرارية لهذه الانتصارات وبالتحديد الأداء، لأن احنا متمتعين. بالمناسبة بما اننا الست ماتشات اللي فاتوا كده للاهلي كنا متمتعين جدا بالاداء، فالواحد متشوق انه يتفرج على النادي الاهلي. انا عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عايز يتفرج على الماتشات يعني بتاعت الفريق في كل الاحوال حتى لو الاداء مش كويس، لكن بالتحديد واحنا كنا كويسين قوي قبل فتره التوقف دي، فالاهلي بيوحشنا اكتر، عايزين نتفرج على ماتشات، لكن هنعمل ايه؟ ان شاء الله قريبا يعود النادي الاهلي للمباريات بدايه من يوم 25 نوفمبر. نروح لخبر اخر من جريده الوطن. جريدة الوطن بتقول اجتماع في الاهلي لحسم الصفقات الجديدة وفايلر يطلب بديلا لأفشة. حتة بديلا لأفشة او ان فايلر طلب كده ده اجتهاد من جريدة الوطن، لكن حتى الان مستر فايلر ما طلبش خالص بديل لمركز معين، لا هو لسه بيشوف، بعد كده هو اكيد هيختار يعني، سواء بقى بديل لأفشة بديل لأي حد في اي مركز، دي حاجات هو اللي هيحددها ويبلغ بيها المسؤولين عن كل لجنة التخطيط في النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وكل هذه الامور يعني. النادي الاهلي يبدا مخاطبه الامن لتحديد ملاعبه ملاعب مبارياته الافريقيه، عندك ملعب استاد القاهره ده الهدف الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، بعديه السلام استاد السلام، وبعد كده استاد برج العرب، فنتمنى باذن الله الامور تبقى كويسه والاهلي يلعب في استاد القاهره، هنشوف طبقا طبعا لتوجيهات الامن. المدير الفني يطير الى سويسرا في رحله عائليه، وقلنا ان الكلام ده اكده لنا كريم ان الراجل مكمل حتى لغايه بعد معسكر النادي الاهلي، ممكن بعد المعسكر ياخد اجازه في سويسرا، الفريق يعود لتدريبات ودي اتكلمنا فيها. نروح سريعا للدستور. الدستور بتتكلم على ان الفريق يستأنف تدريباته قبل التوجه للامارات، ومحمد محمود في المانيا، ومحمد محمود خلاص سافر، وبكره هيبقى في فحص طبي طبيعي جدا اللي هو بيبقى فحوصات طبيه خاصه بالعمليه يعني، وبعد بكره ان شاء الله الجراحه بالنسبه لمحمد محمود باذن الله يشفى سريعا. فايلر يرشح اليكي للهجوم الاهلي، مش عارف مين اليكي ده، لكن انا قريت الخبر، هو لاعب نيجيري بيلعب في لوزرن السويسري، وبيقولوا ان هو لاعب مميز، لكن ما اعتقدش ان مستر فايلر لسه اختار لاعبين خالص،
ممكن يكون حدد بعض الاحتياجات بس ما استقرش بشكل نهائي، احنا بنأكد يعني. والتخطيط ترفض كينو، ما تمش طرح اصلا موضوع كينو اطلاقا، ولجنه التخطيط اساسا ما اجتمعتش علشان تجتمع او عشان تقرر تعاقد مع كينو او غير كينو يعني. لكن كينو حتى هذه اللحظه مش في الحسابات خالص بالنسبه للنادي الاهلي، ومحدش قال اسمه يعني، محدش فكر في كينو. الفتره الجايه هنلاقي اسماء معينه ممكن يفكر فيها النادي الاهلي اكيد، لكن دايما عارفين السريه هي سمه من سمات النادي الاهلي الاساسيه يعني في التعاقد مع اللاعبين، فهنشوف الامور هتمشي ازاي يعني. بالمناسبه في الخبر ده هم نفسهم يعني كاتبين عنوان وفي المتن قايلين انتظار حتى شهر ديسمبر للحديث او لتحديد الصفقات والراحلين، ده طلب من مستر فايلر على حسب اللي هم كاتبينه في متن الخبر. فبالتالي بعض الاحيان بيبقى العنوان بيشد شويه، وفي المتن بتلاقي الكلام المنطقي اللي هو الطبيعي خلال الفتره الحاليه واللي احنا بنأكد عليه الفتره اللي فاتت كلها. الشروق سريعا، كاف يحدد مواعيد ثلاث جولات للاهلي في دوري المجموعات لدوري الابطال، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده يوم 28 مع النجم مش في سوسه، هم كاتبين في سوسه، هو مش هيبقى في سوسه، هيبقى في رادس. واحنا كان معانا يوم الخميس اللي فات المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي في مداخله هاتفيه وقال لنا ان المباراه هتكون في رادس لان الملعب في سوسه مش جاهز، وعندنا مباراه مع الهلال وبلاتينيوم يوم 6 ويوم 28 ديسمبر. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل هذه المباريات. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم عن اخبار النادي الاهلي في المواقع، استنونا.